بتعرفش. الفقرة هذه من أعداد جمعية تصفيق سلم المزيان، وكل يوم في رمضان نعرفوكم على شخصية دولتها الناس بخرافاتها وبالحقيقة اللي فيها. تعرفش شكون نانا اللي غنيت هالكمون منين؟ تولدت زكية بنت أبي بكر المراكشي اللي تعرفت باسم شافية رشدي نهار 7 نوفمبر 1910 في مدينة صفاقس. بوها كان مغربي وأمها ليبية ذات أصول تركية. توفى بوها وهي صغيرة، قرأت في مدرسة في صفاقس قبل ما تكتشف عالم المسرح وتشارك فيه من عمر 14 سنة تحت رعاية محمد شبشوب. وخلاف بدايتها في فنون التمثيل، تعلمت الرقص وعزف البيانو والغناء في صفاقس. سافرت شافية رشدي للعاصمة عام 1929، وتعرفت في بدايتها على شخصيات فنية مهمة كما المسرحي لحبيب المانع والموسيقي البشير المتهني، من بعد خدمت مع فرقة فضيلة ختمي اللي كانت أول تونسية تؤسس فرقة موسيقية. تعرفت شافية رشدي بعدها باسم نانا، وكانت تغني غنياتها وهي شادة فلورا موسلين ورقصة على أنغام الغنى العربي ولا العربي الفرنسي، وصارت بعدها نجمة السهرات الرمضانية بعروضها الموسيقية وبأدوارها المسرحية تراجيديا. كانت شافية رشدي المرأة الوحيدة بين مؤسسي المدرسة الرشيدية، وبعد كونت فرقتها الخاصة اللي تعرفت باسم فرقة نانا بقيادة الأستاذ محمد التريكي، وموجود فيها صالح المهدي وقدور السرارفي وخميس ترنان والهادي جويني وغيرهم اللي لحنوا لها أشهر غنياتها كيما هالكمون منين وعرضوني زوز صبايا وشيري حبيتك وكحلة الهداب. شاركت فرقتها في برشا حفلات خاصة في قصر البي وحفلات عامة حضر فيها عدد كبير، وقدمت في إطار الرشيدية حفلات أسبوعية للإذاعة تواصلت العام 1941 قبل ما تاخد بلاصتها الفنانة فتحية خيري. تخليت شافية رشدي على الغناء في آخر حياتها وكملت مسيرتها في المسرح، هذه المسيرة اللي مثلت فيها برشا أدوار ناجحة أبرزها الدور عايشة القادرة. كانت شافية رشدي شخصية ثائرة على تقاليد مجتمعها، عرست 10 مرات وأثرت الجدل عام 1940 كي كانت أول امرأة تسوق سيارة في شوارع تونس وما لبستش السفساري في الوقت هيك. توفيت عام 1989 وأعطت ثروتها الكل الجمعية خيرية. تعرفش